Big lights and bright colors, the future is drawing near. With new thoughts and ideas, my dreams, they all start right here. So I take a step and time will tell. I'm filling up high like a wishing well. I got, هاي يا جماعة، النهاردة بقى احنا مع فريق اللاندسكيب زون. في السكتش دوت انا كنت فكرت ان احنا نعمل ووتر فيتشرز هنا، يبقى الستايل كونتمبرري شوية. تمام. فبس انا محتار بس في الارضيات اللي عندنا هتبقى عاملة ازاي. بصي يا لينا، السبلاير ده اسمه ايلونسي على ايسورس، عندهم حاجات فرنتشر اوت دورز حلوة قوي. دي حاجاتهم لذيذة قوي. ماشي. و they can customize anything we want. وموضوع they're very flexible. وال time frame بتاعهم عندهم حاجات ready made، so we can actually buy it on the spot. اوكي. ممكن we can go لعبد العزيز سلاب، عامل لاين جديد حلو قوي. سلان ولا ايه؟ سيراميكس اند بورسلان. واسمه بلاتينو. اوكي. وحاجته حلوه قوي، فممكن ساعتها نبص على الحاجه بتاعته على اسورس لو نستخدمها في الفلورينج عندنا. اوكي. ماشي. انا اللي عجبني اما شفت المود بوردز في الاول، ان انا حسيت ان انا ما ببصش على يانج ديزاينرز بس، حسيت ان هم كل اللي جالي المود بوردز بتاعتهم ان هم لا فاهمين قوي هم بيعملوا ايه وذوقهم حلو. وبعد ما قعدوا في راوندز اند راوندز من التصميم، سافروا بقى على الجونه عشان يبداوا الشغل. لكن كانت صدمة ليهم أول ما وصلوا وبصوا، لقوا مفيش ولا أي حاجة من شغل الأول دور خلصت. فكان إحساس بجد فظيع بعد كل المشوار ده على الفاضي. لا، extremely disappointed. It's يعني it's a waste of time إن إحنا نيجي من القاهرة للجونة عشان خاطر المفروض يبقى لاندسكيب خلصان أو في اتليست كونستراكشن شغال، فنقدر نتكلم مع العمال ونقول لهم عملتوا إيه، ما عملتوش إيه، نظبط إيه. إحنا جايين نفرش ونختار الحاجات الميسينج أيتمز أند ذن مفيش أي حاجة. هو إحنا والله كنا متفائلين طول الوقت، يعني كنا عايزين نبقى سبورتيف يعني، بس this is disappointing يعني كان يعني ما لناش أي حاجة خالص، ما لناش حتى أي ماتريال نعرف نساعد بيها يعني. بس شكرا. On the other hand بقى، انا احساسي كان افظع. البرنامج بيضيع مننا، فكان لازم اكلم نهال لهيطة تيجي تشوف المشكله الكبيره اللي احنا فيها. هاي. ازيك؟ عامل ايه؟ عندي مشكله انا شايفها كبيره، مش عارف خير عباس كومبيتيشن بتاعتي كلها. جماعة الأوت دور اضطروا ينسحبوا من المسابقة. سحبوا؟ ليه؟ إيه ده؟ طبعًا بيحصل حاجات ups and downs زي بالظبط يعني اللي حصل لي أنا، إن التيم بتاعي يعني حصل شوية friction كده أو misunderstanding أو إن هم اعتذروا. مش إشكال، هنحلها يعني. إحنا بنمر بالحاجات دي هنتصرف كتير في الشغل. It's okay. مين اللي ممكن يساعدنا في الموضوع ده؟ التيم اللي كان موجود انسحب، ما عرفناش نخلص الاول دور خالص. الحقيقه كانوا عاملين ديزاين لطيف جدا. اوكي. ات واز فيري ساد ان هم مشوا، صعوبه كانوا زعلانين قوي وكانوا محترمين بجد يا جماعه. حاولت يعني اعصبهم واتخانق معاهم او يعني انرفزهم، اشوف اي حاجه اكشن يعني. انت هو عايز يستفزني ولا ايه؟ مش عارف هو تقريبا. لا تقريبا عايز يستفزك. لا مش هرد والله. الاقي ناس محترمه، مفيش ديزاين، يا ريتو كان كمل بيعملوا كده لبعض. ايه ده؟ هو ايه ده؟ ده انا وانا يا نهار اسود اتخانقوا معايا ولا ايه؟ انا عملت بقى ودورت اتخانقوا معايا. لا مفيش تعريف في المواضيع دي. لقيت ناس محترمه جدا واكستريملي اندرستاندنج، كل قالوا بروفيشنال جدا بجد. وانا مش هستحمل انسحب بس كده. اوكي. بس كده هو واز ذا ايزي. فقلنا هنأجل الاوت دور اللي بعد الايفنت
ونخلص الاندورز والناس يسكنوا في البيت عشان هم بعد كده نخلص اول دور ونصور. بالظبط. بس انت ما تعرفوش بقى ان حضرتك هتخلص الاول دور. حضرتي مين انا؟ ترام كريم ولي يا زومبوي. طب حلو كريم. يلا يلا شوتت. وبمنتهى اللذاذة قعدت نهال هيتا تاني من جديد مع كريم والي عشان تظبط الشغل. بس بقى كريم دلوقتي هننسى اللي فات هنبتدي من جديد. نبدا من الاول. بالظبط. وكنت حاسه ان السفره اللي جوه مش هتبقى كفايه بس لازم نعمل حاجه بره. بفكر الناحيه اليمين دي نعمل حاجه ترابيزه طويله رفيعه سليم عشان تيجي في المكان ده وتبقى رو وود ماسيف وود وعليها البين باكس عشان سمعت ان هي بتحب البين باكس فهنعملها سفره واطيه. الكالرز كده هتبقى ماتشنج اكتر مع البيت لانه البيت من بره بلويش كده شويه الاكستيريور بتاعه ده ممكن يبقى نايس كونتراست. لطيف. طب انا حاسه ان احنا متفقين. يس جدا. جدا جدا. حلو. ميبي ورك اون ذا سكتش وبروسيد بقى في الـ في الـ في الستايلنج. yes. يعني اي هوب انه نخلصه ويعجبك ون ام شور. ثانك يو. ثانك يو. خلاص اوكي اتفقنا. ثانك يو. عايزه بقى اوريكم يعني السيراميك بتاع الهارت سكيب اللي بره. احنا عندنا لاندسكيب هنا احنا طبعا يعني دي فيس 2 من البيت فدي هنشتغل عليها. فبما ان انتم معانا هنا الكونسبت بره هي الكلاينت مش عايزه خالص اي حاجه فيها جراس مفيش زرع. okay. الزرع كله بس هارت سكيب. كله هارت سكيب. فهنعمل جزء زلط لاندسكيب او الهارت سكيب كله يتعمل لون واحد. تيجي تحطي الفرنتشر تحسي انه مبهوأ مش لازم عايزين نفريمه. لازم يبقى في حدود ببرجولا ببلانت حتى يعني فيري فيو بوت لازم يبقى غير كده تحسي كان العفش مرمي. صح. فلازم يحصل a bit of zoning. فممكن with the accent color ده وبعدين لقيت انا ظهر الكرتونه لونها حلو قوي مع الرمله. sometimes you want to blend. يمكن مش عايز تشوفي هارت سكيب خالص عايزه تحسي انك ماشيه مع الطبيعه. فلو برضو لو عندهم بورسلين يليق مع ده ممكن يطعم مع ده بدل ده. أيوة. ممكن تبقى القعده بالجراي ده اللي لونه لايق مع كده وأول اراوند بده حتى يبقى باللون النيوترال مكمل مع أيوة. الرملة اليمين وشمال. لا بس بجد دي فكرة حلوة قوي يعني اللي احنا نعمل تايل بلون الرملة. I think it's very nice suggestion. لها لون حلو قوي. بالظبط. نعمل كل ده زلط والحتة دي بس اللي هتتبلط كده بورسلين في الحتة دي كده تقوم قفلها. It's about lighting colors. دي بتدي احسن colors في الدنيا بنسبة 98%. سيمبل. خلاص اوكي. ماشي. خلاص بيرفكت. ماشي. هي القصه ان انت بتحاول طول الوقت تبقى لما يبقى عندك بروجكت مزنوق كده في وقته ما تصدرش للناس القلق وبتحاول ان انت تتعامل مع الموضوع بهدوء. انت قلقان خلاص اوكي انت قلقان بس ما تطلعش ده للناس علشان هم هيسيبوا اللي بيعملوه ويركزوا في التوتر اللي انت مديه لهم. فانت لما بيبقى عندك حاجه شبه كده بتكنترول السايت في ان انت تخلي كل حد يعمل حاجه. كل حد في السايت لازم يبقى بيعمل حاجه. وزي ما انتم شايفين الاوت دور خلص كالعاده. كريم والي بيثبت نفسه والتاني مره. ستاي تيوند في اللي جاي مع برنامج Designed to Guna.